سليم منصوري ابن كيكبا بولاية باتنا، فنان ورسام تشكيلي بامتياز، مزج بين حداثة وحضارة التراث الشوي الأصيل. أستاذ سليم فنان تشكيلي، يعني خضت عدة تجارب بتقنيات مختلفة بين الحبر الصيني وألوان الزجاج. استطاع بأنامله الذهبية أن يخرج لوحات فنية من بورتريهات ولوحات ثلاثية الأبعاد تسر الناظرين. شارك بها جهويا ووطنيا وحتى دوليا، وحاز على عدة تتويجات. بالنسبة للتتويجات، عندي زوج تتويجات دولية. التتويج الأول في المهرجان العالمي للشباب والطلبة سنة 2001، والتتويج الثاني مسابقة كتارة للرواية والفن التشكيلي. أنا من بين 6 جزائريين اللي تحصلوا على الجائزة. بالنسبة لأحسن لوحة، عندي كاينة لوحة اسمها حنان وجنون، واللوحة هذه لوحة زيتية، يعني عندها حكاية أنه شاب في العشرية السوداء رأى، يعني شاف الأم نتاعو تحترق أمامه. سليم يعني أستاذ تكوين مهني معنا، من الأساتذة يعني اللي نوروا المركز وشرفوه في عدة مناسبات. الحاجة اللي قدمها يعني سليم وراهي باينة وتعبر على روحها هي الصور ولا الجداريات ولا المنمنمات بصفة عامة اللي راهي في المركز، وهي اللي راهي مادة يعني صورة تجذب يعني الزائر عدة أنماط. يعني نشوفوا كي نشوفوا في الرسومات نتاعو نلقاو التاصيلي، نلقاو البربر، نلقاو الأراباسك، نلقاو الفن يعني التجريدي والتكعيبي، وكل الأنماط يعني جسدها لنا في الجدران تاع المركز، يعني اللي تجذب المتربص بصفة عامة، يعني اللي يجي باه يدير خاصة طلاء حروف وزخرفة كي يشوف المركز، يعني هي يعني تكون بادرة خير يعني على هذا المتربص. شهادات حية تتغنى بسليم منصورية، هذا الفنان الذي أبدع وصنع لنفسه صيتا واسعة، وأصبح المعهد التكويني قبلة للعديد من المتربصين لتتخرج على يده أنامل ذهبية مثله. إذن سليم منصورية موهبة فدة تستحق الدعم من طرف الجهات المعنية، وأن يكون له صيت في الجزائر المجيدة.